النارسست النرجسيين هم متقسمين كلاسز فئات كتير قوي، وهم للاسف بيبقوا كل التارجتس بتاعتهم ان هو يسحب الطاقه الايجابيه من الفيكتيم من الضحيه بتاعته، ويحوله لشخص فاقد الثقه بنفسه، فاقد الثقه باللي حواليه، ما بيعرفش يتصرف ولا يتعامل، هو بيخرج من العلاقه دي ديسترويد، متدمر، ما عندوش اي طاقه انه يتعامل مع حد، لان هو بيعرف كويس قوي يسيطر عليه ويشدوا ليه كويس قوي ويسحبوا ليه، لان هم بيعملوا خطط علشان يوقعوا الضحيه بتاعتهم اللي هنتكلم فيها بعد شويه. طيب طب بصي يا استاذه منى، طب مثلا احنا درسنا في علم النفس على حد ما اتذكر يعني ان الشخص النرجسي او من صفات الشخص النرجسي ان هو بيبقى بيحب يعظم نفسه، بيحب يخلي نفسه المحور الاساسي اللي الناس كلها بتتكلم والناس عليه، كلها كمان تحبه، بيحب يسمع مدح واعجاب من الناس اللي حواليه، لو دخل في علاقه او اي حاجه ممكن الشخص اللي معاه ده يمحي شخصيته ويبان ان هو شخص براق وشخص لامع ويمحي كيانه. انا مثلا كانسان ممكن ان انا عايشه في مجتمع طبيعي، فممكن اصادف ان انا اتعامل مع شخص نرجسي، فانا اعرف ازاي انواع الاشخاص النرجسيين دول؟ النرجسيين زي ما قلت من شويه بيعملوا خطط علشان يوقعوا الضحيه، هم بيبقى عندهم كده شويه ويبونز، اسلحه بيتميزوا بيها، زي المظهر، زي طريقه الكلام، زي يعني هم بيبقوا مخططين لحاجه زي كده، مخططين انه يوقع الضحيه بطريقه معينه، تكنيكس كده معين بيمشي بيه. اولا هو شخص كذاب جدا وعنده حته الاسقاط. يعني ايه اسقاط؟ يعني هو كذاب في كل شيء في حياته. لما بيدخل الكذب ضعف، ما هو شخص ضعيف، هو الكذب ضعف، ما هو النارسست اصلا اشخاص ضعفاء جدا، هم بيلجأوا لاستخدام اسلحه ثانيه علشان يبتدي يقوي نفسه، يحس نفسه ان هو زي ما كانت بتقول علا من شويه انه شخص هو بيحب دايما يبقى تحت الاضواء كده، يبقى محطوط فيه وماشي طوس، ويعمل اي حاجه علشان يثبت للناس ده ان هو مهم وان هو شخص مهم جدا. هو شخص الحقيقه بارع في التمثيل، كذاب، بيدخل على الضحيه بتاعته بالتمثيل والقصص، وممكن يختلق اي حاجه ما لهاش اي علاقه باي حاجه، ويدخل على كل حاجه هي بتحبها ويبتدي يسحب منها الكلام لحد ما يخليها تقع في حبه او تبتدي تتعلق بيه. يبتدي بقى كل ما هي تقرب كل ما هو يسحب نفسه. فالعلاقات يا جماعه النرجسيه ازاي تخلي بالك، كل ما بتكتشفها بدري كل ما بتبقاش انت استاك قوي، كل ما تبقى استاك يعني بتربط قوي نفسك بالشخص ده بيبقى صعب جدا الطلوع، بحجه انك خلاص بتحبه، هو ما بيحبكش، هو بيديلك، هو بيمثل عليك، هو بيمثل عليك وبيعرف نقط ضعفك ويبتدي يسحب نفسه من العلاقه.